أولا يعلم، ودي نقطة مهمة جدا، أن هذه الابتلاءات فيها حكمة الله البالغة، وهذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فمن الحكم في الابتلاءات عموما أن هذه الابتلاءات تمحيص للإنسان، يعلم الله عز وجل بها الذي يصبر والذي يؤمن والذي كمل إيمانه بالقدر أقدار الله المؤلمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فربنا سبحانه وتعالى لا محالة يبتلي الإنسان ابن آدم بالابتلاءات التي يعني يمتحن بها صبره، ومن هذه الابتلاءات نقص الأموال كما قال العلماء، إما بالغرق وإما يعني عدم نزول الأمطار إلى آخر. كذلك من فوائد أو حكم هذا الابتلاء إنه فيه تكفير لسيئات الإنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب أو لا يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. فربنا لو داير خير بالعبد يصيب ببعض ذنبه حتى يكون ذلك كفارة له، ويأتي يوم القيامة وقد تجاوز الله عز وجل عن هذه الذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: إذا أراد الله بعبده خيرا قدم له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه العقوبة حتى يوافى بها يوم القيامة. فهذا من علامات الخير لهذا الإنسان المبتلى. كذلك هو دليل على محبة الإنسان، محبة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان المبتلى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.